رجعنا مع حضراتكم مشاهدينا، بنستكمل معاكم حلقتنا النهارده، ويمكن الفقره دي هنتكلم عن موضوع بيهم كل بيت وكل اسره وكل اب وام يعني عندهم اولاد وتحديدا شباب في مرحله المراهقه. الشباب عاده بيسعوا لتحقيق الحريه، بيسعوا ان هم يشعروا باستقلاليتهم في حياتهم، ان ما يكونش في حد رقيب عليهم على تصرفاتهم على قراراتهم اللي بيتخذوها في حياتهم يعني في المراحل العمريه المختلفه. ويمكن دي نقطة الخلاف اللي بتنشب بين الشباب في سن المراهقة وبين الآباء والأمهات، ومن هنا بنلاقي إن بيبدأ يبقى فيه نوع من الخروج عن السياق المطلوب من حيث الأدب، من حيث العادات والتقاليد، من حيث السلوكيات المهذبة أو المحترمة اللي من المفترض إن هم بينشأوا عليها. الحقيقة إن دي مشكلة بتنشأ في أغلب الأسر، فكرة إن الشباب في فترة المراهقة بيبقوا محتاجين إن هم ياخدوا قدر كبير من الحرية، ولكن للأسف ما بيبقوش فاهمين يعني إيه مفهوم الحرية السليم. بيبقى كل هدفهم إن هم يحققوا ذاتهم، يعبروا عن شخصيتهم، ياخدوا قراراتهم بمنتهى الحرية من غير ما يكون في حد يعني بيفرض عليهم أي نوع من الآراء. النهارده عايزين نتكلم عن مفهوم الحرية، نتكلم عن الحرية بين الآباء والأبناء مع ضيفتي الكريمة اللي بتشرفني النهارده، دكتورة فاطمة الروبي، دكتورة في العلوم الإنسانية وتعديل السلوك. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي، صباح الخير. صباح الفل. يعني دكتور، الحرية دي مفهوم كبير قوي، مفهوم بيشمل كتير من المعاني، ويمكن النهارده حابة أبدأ مع حضرتك إن احنا نعرف أكتر عن مفهوم الحرية. إيه المفهوم السليم للحرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحرية دي هي أسمى شيء في الوجود، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أحرار، ما خلقش إنسان عبد أبدا إلا إذا كان في أيام الجاهلية طبعا، لكن الحمد لله كلنا أحرار، لكن مش بنقول بقيود، بحرية مقننة. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وسابه في الجنة، سيدنا آدم عليه السلام ده في الجنة عنده كل الحرية، إلا إن الله سبحانه وتعالى ساب له الجنة بشرط ألا يقترب هذه الشجرة. ده معناها إيه؟ في قانون، خد الحرية كلها بس في قانون. ده الكلام ده من أيام سيدنا آدم، يعني مش من دلوقتي. طيب لما سيدنا آدم عليه السلام اقترب من الشجرة، عمل إيه؟ كسر القانون، وصل للإيه؟ لحرية مطلقة بتاعته اللي هنتكلم عليها دلوقتي. أوكي؟ طيب لو أنا دلوقتي اتكلمت عن الحرية كمفهوم زي ما أنت بتقولي، أو معناها هي معنى لها معنى سامي جدا، ولذا ما قلنا إن الله سبحانه وتعالى شرط على سيدنا آدم إنه لا يقترب هذه الشجرة، فهنا عمل له إيه؟ قانون ينظم بيه الكون. طب يا ترى الحرية دي نوع واحد؟ دي ليها أكتر من نوع. يعني ليها أكتر من نوع؟ في منها مقيدة وفي منها مطلقة. لو مسكنا المقيدة لوحديها فيها سلبي وإيجابي، أما المطلقة فهي سلبية فقط. طب يعني إيه ليها إيجابي وسلبي؟ في حرية مقيدة وحرية مقننة. المقننة يعني ملتزمة بنظام عشان ننظم بيه أوامر الله على الأرض وننظم بيه حياة الإنسان جوه المجتمع. أما المقيدة اللي هي فوقيها سيطرة أو تحكم من شخص موجود، مش من البيئة، مش من الحياة العادية أو من الطبيعة، لا ده من البيئة اللي أنت عايش فيها. ممكن تبقى مقيدة من الزوج، يعني أنت زوجة مثلا عندك الحرية في كل حاجة في البيت لكن ممنوع تخرجي، دي حرية مقيدة. معاكي كل مصروف البيت لكن ممنوع تعملي كذا من المصروف، دي مقيدة. في مثلا اثنين خطيب وخطيبة بيحبوا بعض جدا جدا وفي حرية لكن مقيدة جدا ان ما تروحيش كذا وما تعمليش كذا وما تاكليش كذا، دي مقيدة. طب لو جينا للنوع الثالث اللي هي الحرية المطلقة، الحرية المطلقة لا نسعى اليها ابدا الا الانسان اللي لا عنده وعي ولا عنده ادراك ولا عنده احساس بمسؤولية، لان الحرية المطلقة بتوصلني لحاجة واحدة بس، حاجة اسمها الفوضى. الفوضى يعني فساد، يعني مفيش امان، يعني في لخبطه في كل شيء في حياه الانسان. اذا لما يكون عندي حريه مطلقه وحريه مقيده وحريه مقننه، انا هختار مين؟ ولما هختار يا ترى انا هختار نتيجه وعي وادراكي ولا اوامر من الام والاب؟ وهنا بتختلف بقى العلاقه ما بين الحريه الام والاب، القدام اللي بنقول عليهم قدام وهم مش قدام، هنتكلم فيها قدام دلوقتي، وبين الشريحه الجديده في المجتمع اللي هي مشغوله بالموبايل، كل التكنولوجيا الحديث من غير ذكر اسماء، كل حصل بينهم فجوه كبيره. هم من جيل وده من جيل، احنا الجيل بتاعنا عندنا تجارب وعندنا خبرات وعندنا ثقافه، عندنا موروث كبير جدا نقدر نمشي بيه الجيل ده. بس اللي دخل في الموبايلات طول النهار قاعدين عليه، عمالين يكتسبوا. ما هو اللي كاتب الحاجات دي انسان زيك، فبيديك اللي هو عايزه. طب يعني ايه بيديني اللي هو عايزه؟ ما سمحليش ان انا اطلع بقى اللي عندي هنا،
مخي فيه ابداع، فيه ابتكار، فيه افكار، انا عماله استقبل. طب امتى انا هرسل؟ امتى هبتكر؟ امتى اطلع اللي جوايا؟ وده المشكله او الاختلاف ما بين الاهل وبين الابناء. جميل جدا. طب دكتور، اسس الحريه امتى تبدا عند الابناء؟ يعني من امتى نقدر نقول ان الولد او البنت دول محتاجين ياخدوا جزء من الحريه بتاعتهم؟ من اول ما يتم 3 سنوات، مش سن المراهقه. يعني كتير كنا نقول الاول سن المراهقه، ده من سن مبكر جدا. يعني سن يمكن تقريبا اللي بتتكون فيه شخصيه الطفل اللي انت بتعلميه بقى. ما هو انت اول 7 سنين دول بتعلمي طفلك، اذا كان على حريه، على قيم، مبادئ، اخلاق، دين، حب، امان، صدق، كل ما في الدنيا. لان الطفل من اول 40 يوم ل7 سنوات حطيتي كل اللي انت عايزاه وتشوفيه بعد 21 سنه. 3 سنين يعني ايه؟ الطفل بيجيب اللعبه بتاعته، اللعب كلها بتاعته في الكرتونه بتاعته، ويقول لك يا ماما انا عايز ده وده، عايز ده وعايز ده، ولما تاخدي منه حاجه يقعد يصرخ. ده طفل. لا، انا هديله الحريه بس هنا مقننه، يعني منتظمه. اعلمه يعني ايه نلعب بدي دلوقتي ونلعب دي بعدين. انت لو حطيتي له ده بس بايه بقى؟ مش تشديها منه وتقولي له ما فيش غير دي، عمره ما هيتعلم. لازم يبقى في بينك وبينه حب، لمس، طبطبه، عينك في عينه بتكلم الطفل. انت بتدربي العجينه اللي معاكي دي ازاي يطلع انسان سوي. فاذا من هو صغير. امال لو في سن المراهقه، لا ده عايزه بقى مصاحبه. سن المراهقه اصاحبه بقى، خاصة الأم. لأن الأب بيمر بأربع حاجات. الأب يا إما طول النهار بيشتغل، لو وظيفة واحدة هيجي على الأقل 6 7 عايز ياكل وينام، لو وظيفتين الله يعينه. أب مسافر على طول، أب منفصل، أب متوفي. إذا يعني الأب هنا وجوده مع الأولاد قليل جدا. مين اللي في وشهم؟ الأم. لذلك الولد أو البنت اللي واخدين الأم صديقة هم بس اللي ناجحين في الدنيا. طب وصلوا لده إزاي؟ خدوا من امهم ايه؟ اتعلموا الام تبص بحنيه، الام تكلمه بالراحه، تناقشه، ما تهاجمهوش لو قال حاجه عيب او غلط او حرام شافها، ممنوع الهجوم. هنا دي الحريه. طول ما الولد والبنت صغير او كبير حاسس بالامان في البيت ده، مش هطلع اسراره غير في البيت ده. طب مش حاسس بامان، بيدور على اسره بديله بره اللي هي الاصدقاء، ولا يمكن صديق هيخليكي احسن منه ولا يحب لك الغزه الام ابدا. بشكل خاص مش هينفع انها تبقى بشكل خاص، هي بشكل عام. ان انا اشاركه في البيت في كل اراء البيت، اي حاجه بنعملها في البيت انا وبابا هو معانا. الحاجات العامه وليس الخاصه، المواضيع العامه وليس الخاصه، الخاصه تبقى بيني انا وهو بس في الاوضه. طب لو حاجات عامه زي مصروف البيت، الميزانيه بتاعتنا، ده عنده هدف، هنتفسح فين، هناكل ايه، هنشرب ايه، ده هنجيب له مثلا حاجه الشهر الجاي. الموضوعات القابله للنقاش بشكل عام، نخليه يشارك. انا هشتري دي، بابا هيشتري دي ولا دي، يا حبيبي احنا معانا ال10 جنيه دي، نجيب دي ولا دي ولا دي. هيديله 3 اقتراحات، بس خلي بالك انت اللي مدياله الاقتراحات مش هو. فاذا هو هيختار واحد، اختار من اللي انت برضه عايزاه. اذا انت عملتي فيه ايه؟ اديتي له الثقه والاختيار والصدق، وحاسس ان هو بيدي رايه، بس ده من خلال ايه؟ اختياراتك. انت حطيتيه على الطريق الصح. طب الحريه بشكل عام احيانا الانسان بيفهمها بمفهوم خاطئ، وبيستغلها استغلال خاطئ. ده الكلام ده في سن المراهقه، لما يجي كل ما تلاقي المراهقين اول ما يبتدي يحس ان هو دخل ثانوي، صوته خشن شويه، طلعت له حته سكسوكه شويه، اي حاجه. انا حر. يعني ايه حر؟ وهو لو فاهمها مش هيقولها، ده هيتكسف انه يقولها. انا حر يعني انا مسؤول. ده الحريه مسؤوليه كبيره جدا، مش مسؤوليه انا حر دي يعني اعمل اللي انا عايزه في وقت ما انا عايز، اخرج وقت ما انا عايز، اتكلم بالطريقه اللي انا عايزها. لا، الحريه لازم تكون مقننه، اللي احنا قلناها في الاول، منتظمه. الحريه هنا دي عاتق على صاحبها على فكره، مش حاجه يعني الواحد رفاهيه، دي عاتق لانها مسؤوليه. لما تيجي تقولي لي خلصي الجزء ده من العمل، انت اديتيني مسؤوليه. امتى اقول انا حره بقى؟ لما انجز العمل ده 10 على 10، ويبقى عندي اراده ايجابيه وعندي تفكير سوي، اقول لك لا انا هاخد بقى ريسك دلوقتي، انا حره هاخد ريسك لاني انجزت صح بايجابيه، جبت نتيجه صح. في الحاله دي انا اقدر اقول انا حر. لكن من غير اي وعي، اللي هيوصلني للادراك، الادراك اللي هيخليني ادرك ان ده صح ولا غلط، هنا اقدر اقول لك ماشي انت حر. لكن كل حاجه انا حر انا حر، ده انسان للاسف لا عنده ثقه في نفسه، ولا عنده افكار ايجابيه، ولا عنده الاسره الدافيه اللي تفهمه. دي اسره دافيه يعني جواها صدق وصداقه، جواها ثقه، جواها حنان، جواها حب، جواها تماسك، جواها مناقشه.
جو ده لو لقيناه جوه الاسره تاكدي تماما ان النشء اللي طالع ده بنت اولا، انت هتبقي فرحانه بيه وفخوره بيه، وهو كمان هيبقى فخور بنفسه قبل منك. للأسف أغلبية الشرق الأوسط عنده الجزء ده، يعني دايما يقولوا كل راعي مسؤول عن رعيته، خاصة في الشرق الأوسط ده ديننا بيقول كده. طيب إحنا للأسف في الشرق الأوسط ما عندنا مشكلة في حاجة اسمها اختلاف الآراء. يعني نقول إيه مثلا، الثقافة عندنا ما عندنا ثقافة نقول عليها إيه، الاختلاف، عدم الاختلاف. يعني أنا ما بختلف معاكي، ثقافتنا دايما انا ليا راي انت تتلبي. يا ثقافه الاختلاف ان انت رايك مهما كان عاكس لرايي انا لازم تيجي اتقبلك بكل ارائك، لان ممكن تكون ارائك صح، انا ما انزلتش من السماء عشان اقول كده، لازم اقول لك طب انا مقتنع بيه وممكن افكر فيه، ودي فرصه انت كمان تفكري فيه. لو عندنا ثقافه اختلاف الاراء مش هنوصل اللي احنا فيه، لكن الاهل بيتمسكوا برايهم والشباب بيتمسك برايه، وهنا بتحصل الفجوه بينهم. طب انا ازاي اجمع الفجوه دي؟ انا اتنازل شويه، بس مش اتنازل اقول له حاضر ونعم في كل شيء، لا، ده انا اتنازل عشان اوصل لتفكيره، لمستوى فكره، لمستوى هو بيفكر في ايه، وعيه وصل لقد ايه، هو بيدرك اللي انا بقوله ولا لا. وهو نفس الحكايه، لو لقى الام بتعامله نفس المعامله هيبتدي يكش شويه ويخش يقول لها طب انت عايزه ايه يا ماما؟ طب ايه الصح؟ هي اديته الفرصه يجي يسالها، لكن لو هاجمته، لو اللي انت بتعمله وحش، مين قال لك ان انت صح؟ مين قال لك انت كذا؟ على طول هجوم هجوم. فكرك هيجي يقول لها ماما حصل كذا، او البنت تيجي تقول لها انا عايزه مشورتك، استحاله، هتدور الصديق او الصديقه بره، اللي هم دايما اخرتهم طريق الفساد. ربنا يحفظنا منه. وهنا يا دكتور انا يعني دايما يمكن بنلوم شويه على الشباب في مرحله المراهقه انهم بيبقى عندهم نوع من التمرد، وان هم عايزين يثبتوا شخصيتهم باسلوب مش هو المطلوب، ولكن برضو احيانا الاباء والامهات بيغيب عنهم فكره هم الاولاد في السن ده محتاجين ايه، او هم طريقه التعامل معاهم تكون ازاي. الاولاد دول بيمروا بمرحله فسيولوجيه متقلبه جدا جدا، مرحله نفسيه فيها تقلبات كتير، البنت بتبدا تحس بانوثتها، الولد بيبدا يحس برجولته. ايه المطلوب من الاب والام يدركوا ايه عشان يعرفوا يتعاملوا مع الاولاد في السن ده؟ اول حاجه لسه قايلها لك من شويه، الصداقه. اول ما ابني وبنتي يخشوا مرحله المراهقه، عينيا بكروسكوب عليهم من غير ما ياخدوا بالهم، المراقبه اللي غير مباشره. يجي يكلمني، طبعا السن المراهقه في حاجات كتير عايز يعرفها عن الدنيا اللي بره، يسالني عن حاجه، لو دخل يسالني في ايدي اي شغل مهما كان مهم، ما اعملوش استنى شويه لما اخلص، ما اقولوش حاضر انا اخلص واكلمك، اسيب اللي في ايدي فورا وعيني في عينه. هنا يحصل له ايه؟ نوع من الامان، في حد بيسمعني، ده انا بني ادم، ده انا ليا شخصيتي. تديله الثقه، تسمعه من غير ما تقطعه نهائي، الكلام ده مهم جدا، تسمعه من غير ما تقطعه، مش تسمعه وهي بتشتغل، مش تسمعه معاها تليفون، تنصت له. هو مجرد من صل الحاجات دي بتحصل جواكي انت وجواه هو من غير ما تقصده، انت هتحسي ان الولد قريب منك او البنت. نفس الحكايه هو يحس ايه؟ ده في حد اهتم بيا، ده في حد بيحبني. في السن ده بيدوروا على الحب، احنا بنيجي نقول كلمه حب على طول ولد وبنت، لا، الحب حب الامان، حب الام، حب الاستقرار، حب حتى يدور فيها يدلق فيها كل المعلومات اللي ليها مردود، هو عايز يعرفها، عايز يعرف المعلومات دي. لو انت ما اتكلمتهوش وسمعتيه ورديتي عليه على قد مستوى السؤال، انزلي لمستوى سنه وتجاوبي، هيدور عليه على بره، يبقى انت كده رميتيه في التهلكه. اي بنت او ولد في سن المراهقه يجي الام او بابا ايا كان وعايز يكلمه، يترك تماما كل اللي في ايده، يصنت وليس يسمع. اول حاجه عملها ايه كده الاب او الام؟ عملوا ايه؟ خدوا الولد او البنت في حضنه، ادوا له فتره الامان، ابتدوا يصاحبوه، بس ما يدروش فرصه الجراءه، يعرفوه ان اللي انت بتعمله ده جميل وصح، بس المفروض لغايه الخط ده ونستوب، وافهمه ليه انا وقفت عند الخط ده. يعني مش هقول له ستوب وخلاص، اي حاجه اقولها له لازم افهمها له، افهمها بطريقتي انا، لا، على مستوى سنه هو هيستوعب المعلومه لغايه فين. خاصه البنات، زمان كنا نخاف من الصبيان، احنا في زمن البنات لازم كل ام تحتضن بناتها
والصبيان كمان، مش هنقول البنات بس. ازاي؟ تديها الثقه في نفسها، وكل ما تقول لها حاجه تقول لها برافو عليكي دي هايله جدا، حتى لو فيها جزء من الغلط ابتدي المح الغلط بس بعد المدح. لو وريتي الغلط الاول وبعدين المدح هي مش هتسمع المدح، يبقى في عزوف عن ان هي تيجي حطيتي جواها حته سودة كده، لا انا خاف اروح اقول لماما، طب ما انا اقول لصاحبتي، طب ما انا ادور على الموبايل، وهكذا. انت اول حاجه المدح، عملت لها ايه؟ فتحت لها باب الايه؟ الثقه، الراحه النفسيه، الصدق، المصاحبه، الحب، الامان. السن ده بيدور على الامان بشكل غير طبيعي. ما تحكي لك اضحكي في وشها، حتى لو قالت لك مصيبه اضحكي في وشها، ده نوع من انواع الحريه على فكره. لما تعمل كده هيحصل ايه؟ البنت هتعمل لك ايه؟ صوري ماما حصل كذا وكذا، لو ضحكتي في وشها هايل جميل برافو عملتي ايه؟ تلاقي بتجيب لك كل اللي عندها. ايوه من غير بقى حساب. بس ما تكلمهاش في نفس اليوم، هاي لا انت عملتي ده صح وده صح وده. تاني يوم على فكره انا فكرت في الموضوع اللي انت قلتيه لبنتك، بس لقيت فيه دي غلط ودي غلط، انت رايك ايه؟ الحقي برايك، انت رايك ايه؟ قبل ما تقولي لها ايه رايك ايه؟ كبرتيها. بقى ليها ثقه بنفسها، ده انا ليا راي. دي ماما بتاخد رايي. هنا الصداقه بدات. يبقى انا مشيت في طريق الايه؟ خط المستقيم. لا يمكن هترجع لحد بعد. فانت سن المراهقه في ايدك. ده دكتور سن المراهقه. كمان السن الصغير، الاطفال الصغيرين. احيانا الام مع انشغالاتها اليوميه، خصوصا لو بتشتغل، مع ضغوط المنزل، ما بيبقاش عندها يعني طاقة إنها تقعد تسمع تفاصيل الأطفال الصغيرين، مع إن السن ده بيبقوا برضو محتاجين يتكلموا، محتاجين يعبروا عن اللي جواهم، محتاجين ينقلوا اللي بيحصل معهم في المدرسة أو في الحضانة للأم. قد إيه مهم المرحلة دي برضو إن الأم تدي مساحة للطفل إنه يعبر عن نفسه ويتكلم وتسمعه بإنصات زي ما حضرتك بتقولي. طب بصي خلينا صراحة شوية. ربنا خلق اليوم 24 ساعة صح؟ أم زمان كان عندها 24 ساعة، وأم النهاردة عندها 24 ساعة. حلو كده؟ طب ازاي زمان كانوا بيطلعوا نشء صالح 100%؟ دكتور هكمل مع حضرتك كلامنا، هنروح بس الفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع مع حضرتك نكمل حوارنا ان شاء الله. رجعنا مع حضراتكم مشاهدينا وبنتكلم عن الحريه بين الاباء والابناء مع ضيفتي الكريمه دكتوره فاطمه الروبي. دكتور يعني رجعنا نكمل حوارنا مع حضرتك من جديد، وكنت قبل الفاصل بسال حضرتك عن الاطفال والسن الصغير وقد ايه الام محتاجه تفرغ نفسها عشان برضو تدي الطفل حريه في ان هو يعبر عن اللي بداخله. ارجع لنفس المقوله اللي قلتها من شويه على ان اليوم 24 ساعه النهارده لامهات النهارده، و24 سنه لامهات بتوع زمان اللي من 30 40 سنه. وكانوا بيطلعوا نشء سوي جدا، الثقه، الولد بيبقى طالع راجل والبنت طالعه انسه، وما كانش بيكلموا حد اكتر من الام والاب اصحاب. البنت كانت تاخد مامتها صديقه، والاب والولد ياخد باباه صديق. طب ليه ده اختلف النهارده؟ زمان الام كانت مسؤولياتها على فكره اكتر من النهارده. الام النهارده بتشتغل وتيجي الظهر وخلاص، حلو، او تجيب الولاد من المدرسه وتجيب الاكل، ماشي، الحاجات اللي احنا بنسمعها دي كلها. انا مش بقول كده عشان انا من امهات زمان، لا، انا بقول كده لان ده فعلا احنا من دراسه وابحاث احنا وتجاربنا وشفنا بعينين. ام زمان كانت بتقوم من الفجر، من الفجر بيخبزوا ويعملوا اكل البيت، شوف طلبات جوزها، وعندها بدل الولد والاثنين سبعه وثمانيه، بتعمل كل امور البيت بنفسها وباقل الامكانيات. بس كان في ايه؟ كان في بركه، كان في حب، كان في احترام. الحاجات دي الناس بتاخد الكلام ده بسيط، لكن لو خدتي كل كلمه من اللي انا قلتها وتعيشيها تحسي ده دنيا تانيه. الاحترام ده عالم اخر. القيم، ازاي لما بتحترم جوزها وتعامله، الولاد بيتعلموا ازاي؟ دلوقتي الام مشغوله بسرعه، عايزه تلبس تروح شغلها وتودي الولد الحضانه او عند مامتها، الراجل بيشتغل، الحياه بقت سريعه، رغم هنا 24 وهنا 24، بس زمان كان بيستخدموا ال 24 ساعه صح. غير البركه، الصبح للعمل، الظهر بيتغدوا، بعد الظهر بتقعد مع اولادها حتى لو كانت لا تتعلم، لا ما كنتش متعلمه، جاهله، تقعد معاهم، اخباركم ايه؟ عملتوا ايه؟ بتسمع منهم وتاخد كل واحد تقول رايها ليه، ما تحرجهمش قدام بعض رغم ان هم اخواته من اسره واحده. الاب يجي حتى لو كان شديد زمان، الاب كان يعمل ايه؟ تعالى يا ولد عملت ايه النهارده احكي لي. ده معناه ايه؟ ان انا مهتم بيه. ما انت عشان تطلعي الولد والبنت كويسين اديهم حاجتين حلوين قوي. اول حاجه وري له ان انت قد ايه مهتميه بيهم، قد ايه حاسه ان هو مهم رغم انشغالاتك. عملت ايه النهارده دي رغم انها بشديه لكن جواها حب ان انا مهتم بيه. اديله فرصه يقول قراراته،
ايه المشكله ان يقول قرار؟ ما لما هيقول لي قراراته انا بعلمه تحمل المسؤوليه، لكن انت لسه صغير مالكش قرار، انت لغيتيه من صغره. حتى لو قال قرار تافه دعميه وكبريه. اذا انت السند، الاب السند، الاسره هي اساس كل بيت بيطلع ذريه صالحه او غير صالحه. قد ايه يا دكتور ان انا ادي اولادي الصغيرين حريه الاختيار في ابسط امور حياتهم او ابسط الاشياء، حتى لو كانت اختيار لعبه حلو او لون مثلا حاجه هيلبسها الطفل ده، قد ايه دي من الحاجات اللي بتدعمه نفسيا وفكريا كمان؟ ما تجيبيش حاجه واحده وتقولي له انا اخترت لك دي، ايه رايك؟ لا، اجيب حاجتين واخيره اكتر من حاجتين. انت كده الحاجتين بتخنقيه في يدايا ده. اكتر من حاجتين، زي مثلا الطفل عنده مثلا 3 4 سنين وخير، طبعا عنده اكتر من 3 حتت مثلا، حبيبه قلبي او حبيب قلبي تاخد ده ولا ده ولا ده؟ ما هو دول اللي انا طلعته. هقول لك يا مامي ده ولا ده؟ قولي لا، انت ليك شخصيه، انا واثقه في ارائك، انا عارفه انك بتنقي صح، انا عارفه انك بتفكر صح. دخلي كل كلمه بتقوليها بتكشتي في العقل اللاواعي، وساعه ما بيقعد لوحده عقله الواعي بياخد من العقل اللاواعي اللي هو عايزه. يا ترى لو هو صح هيطلع من العقل اللاواعي؟ اصل العقل اللاواعي عندنا في كل ما تتخيليه من دون ما تتولدي، الصح والغلط والحرام والحلال كل شيء جوه العقل اللاواعي، كل شيء. لما بتقعدي لوحدك حتى لو كان طفل صغير عقله الواعي بيبتدي ينتقي من العقل اللاواعي كل اللي هو عايزه. لو جيتي وقلتي له لا انت هتختار ايه من دول اللي انت عايزه، انا واثقه فيك، انت عندك ثقه بنفسك، انا بيعجبني ذوقك قوي يا حبيبه قلبي، على فكره انت ذوقك جميل لما اخترتي قبل كده، هتختار من اللي انت اخترتيه. بس لما اختارت وقعدت لوحدها تقول ايه ده، انا عندي ماما واثقه فيا، انا عندي ذوق في اللبس، انا عندي كذا، هتحسي الحاجات الحلوه اللي انت قلتيها طلعت. يا دكتور ممكن نشارك اطفال صغيرين في، ما انا لسه هقول لك، انت خلصتي عليها كده، خلصتي يا حبيبه قلبي، تعالي بقى اختاري المامي بقى. شوفي ازاي تقول لك يا مامي، قول لها لا انا مش لسه قايله لك انا بيعجبني رايك، مش انا لسه قايله لك انا واثقه فيكي، وتطلعي برده عندك كذا حاجه ممكن تلبسي منه، مش هترجعي في كلامك، هي هتختار لك. برافو عليك، شفتي بقى انت قد ايه بتفكري صح، بتفكري صح. في الكلمه دي ليها مدلول كبير، احنا شايفينها كلمه عاديه، لا دي جواها دنيا تانية. انت بتفكري صح قد كده، انت فعلا، انا مش هعمل حاجه لما اخد رايك، انت عملت لها ايه كده؟ هي كمان مش هتعمل حاجه لما تاخد رايك. انت جبتيها ليكي باسلوب غير مباشر، بحبه كلمات ايجابيه، معاهم حب، معاهم ثقه، معاهم نوع من الامان. خدتي البنت هنا ايه؟ في المجرى بتاعك. صحيح. هل يا دكتور الاسره من حقها ان يكون ليها كده يعني جزء برضو من التحكم في قرارات واختيارات اولادهم لحد فتره سن الزواج؟ احنا كلنا عارفين المجتمع الشرقي الاولاد بيفضلوا عايشين في بيت الاب والام لحين الزواج بقى، خلاص ما كل واحد بقى ليه بيته، وهنا الاسره برضو بيبقى فيه حته السيطره سواء بشكل مباشر او غير مباشر، هل ده من حق الاسره والاب والام، ولا يعني نيجي كده في مرحله معينه لا لازم نقلل من فكره التحكم دي، او ان احنا نفرض راينا او قراراتنا على اولادنا؟ بصي، اذا كان على مستوانا احنا ككبار هنقول عليه تحكم، الولاد هيقول عليه تحكم، بس احنا من وجهه نظرنا احنا بنفرض خوف وحب، يعني معاني كتير قوي. تعالي ما نقولش عليها سيطره وتحكم، تعالي نقول عليها انضباط. يعني مثلا لما يجي ابني خارج في سن المراهقه ما فيش حاجه اسمها الساعه 8 اكون هنا، ما تنفعش حبيبي، انت عندك من 8 ل 9، تحب تيجي 8 ولا 8 ونص ولا 9؟ هيجيب اي حاجه. طب احنا الميزانيه كده، انت تختار ايه؟ رايح مع اصحابه، على فكره انا صاحبك ده انا شفت فيه حاجه مش حلوه، يبقى خد بالك، مش ما تخرجش معاه عشان في كذا وكذا وكذا. هيخرج معاه، لان سن المراهقه هو سن العند. ليه سن العند؟ عايز يثبت وجوده انه بقى راجل، البنت عايز تثبت ان هي ليها شخصيه. هتيجي على حساب مين؟ على حساب الولاد قبل الام والاب. طب ليه انا ما اخش لهمش بالمدخل اللي فيه مرونه؟ زي ما قلنا في الاول، حبيبي تيجي الساعه 8 ولا 9، انت عايز حابب ايه؟ طيب انت هتروح لصاحبك، طب خد بالك من كذا وكذا. انا بعمل له ايه؟ تنظيم. القانون موجود بس انا بنظمه، بخليه يحس انه عايش حياه محترمه، في قانون، حريه منتظمه، حريه محترمه، حريه مقننه، دول انا ماشي فيهم. دول كلهم على فكره لو في ايامنا احنا اسمها سيطره وتحكم وقوه وكده، احنا بنغير اساليبنا وطريقتنا حسب الشباب في الزمن بتاعنا. يعني انا ما اجيش اقول له مثلا لو جيت الساعه 11 ما انتش داخل البيت، ما هيروح فين؟ ما انت بتوديه لطريق تاني اوحش. لكن لما تقعد تكلمه كده، حبيبي احنا بننام بدري ومفروض انت ترتاح شويه ومفروض عندك مذاكره، تختار تيجي 8 ولا 9؟ تختار، في كلمه تختار في النص دي، تيجي 8 ولا 9، انت عايز تيجي الساعه كام؟
هو ممكن يقول لك هاجي الساعه 10، قول له ماله حبيبي، بس ما تاخرش عن 10. شوفي انت برضو اللي اتحكمتي انه يجي الساعه 10، بس عن طريق ايه؟ كلامه هو. تبادل الاراء، انك نزلتي المستوى اضطر غصب عنه يحترم كلمتي، رغم ان هي مش 8 و9 بقت 10، بس ايه؟ برايك انت، بموافقتك انت. الحته دي مهمه يا جماعه، لازم كل ام واب يبقى عندهم حبه وعي شويه، معلش يقروا شويه، يتثقفوا عشان يوصلوا لمستوى اولادهم، يفهموا اولادهم، ما يسيبوش اصحابهم يفهموا ويروح يسالوا اصحابهم من وراهم هو بيعمل ايه بره. كنت لسه اسال حضرتك على النقطه دي، ويمكن تحديدا بتحصل مع البنات كتير. البنت لما بتخرج تروح درس او خارجه مع صاحبتها او رايحه اي مشوار، تلاقي الام متابعاها كل لحظه على الموبايل، لا من طريق صاحبتها كمان وعن طريق صاحبتها، وتكلم امهات صاحبتها يعني عشان تطمن هي راحت عندهم ولا لا. قد ايه ده بيخلق عند البنت احساس بعدم الثقه فيها، وممكن لو البنت ما بتعملش حاجه غلط مع الوقت تضطر تعمل حاجه. حضرتك جبتي الحل في ايه؟ اساسا الام هنا ما عندهاش ثقه في نفسها، ده نمره واحد، وده اللي خلاها تعمل كده. لا حبيبه قلبي، في انواع من الخوف كتير، في خوف طبيعي لو دخل علينا اسد دلوقتي هتقومي تجري، وفي خوف مرضي، وفي خوف يوصلك للوسواس القهري. الام اللي عملت كده تسال كذا وكذا، ده وسواس قهري عندها، خلاص يعني خلاص مش ممكن هتثق في بنتها. هي المفروض بتسيب بنتها واثقه في نفسها، البنت حاسه ان الام واثقه في نفسها، بالتالي البنت يبقى عندها ثقه جايه من مين؟ منبعثه من عند مين؟ منبثقه من عند الام. لما الام عندها ثقه والبنت عندها ثقه، تيجي تقول لها احكي لي ايه اللي حصل، حتى لو في حاجه غلط. الام على فكره بتحس جدا ببنت او الولد، ما تقولش البنت بقى، بتحس من نظره العين. من نظره العين يعني، حتى تلاقي الاولاد لما يجي يعملوا حاجه غلط ما بيبصوش في عين مامتها، لانه عارف اخرها ان هي هتلقطها. يكلمك وهو باصص في حاجه ثانيه، لكن لو بص في عينيكي، فاذا انت الثقه دي البنت هتاخدها منك انت مش من مامه صاحبتها. وطول ما انت بتسالي مامتها والمدرس، انت ممكن تسالي المدرس وهي قاعده اخبارها ايه، وهي قاعده قدامه انا شايفه ان هي بقت احسن، حتى لو المدرس قال لك وحشه قولي لا بس انا شايفه ان هي بقت متميزه، انها بقت تهتم، ان هي بقت كذا. طلعي اي، ما فيش طفل ما عندوش ميزه، ولا مراهق ولا شاب ولا كبير ولا صغير. دايما ندور على ميزات اللي موجودين معانا. لو انا في وظيفه خمس ست موظفين قاعدين وفي حد وحش، لازم هتلاقي جواه حاجه حلوه، ابتدي الكلام عنه بالحلو. طول ما انت بتنطقي الالفاظ الحلوه هتلاقيه بينتمي اليكي. لو الام تقول لو انت شايفاه عملت حاجه غلط، لا لا هي عملتها من غير ما تقصد، ده هي ممتازه في كذا، ده انا ما بثقش في حد قد بنتي، بنتي ما بتكذبش، انا واثقه في كده. ده لو بتكذب هتيجي تقول لك على فكره ماما انا امبارح عملت كذا وكنت مكسوفه اقول لك. اذا انت عملت لها ايه؟ جو الامان. فما فيش حاجه اسمها ان انا معلش اسال عليها المدرس ومدرسها واصحاب. هي فكرك البنت لما انت تساليها صاحبتها مش هتروح تقول لها؟ والبنت على فكره صديقه في الزمن بتاعنا ده، لما تحس ان في العلاقه متوتره بين البنت وامها، دي بقت صيده سهله جدا بالنسبه لها. خلي بالك ماما بتسال وراكي، تعالي نعمل كذا، بس ما تقوليش لماما، وانا مش هقول لها. وصلنا لمرحله ايه؟ نزل في بوتقه احنا ما كناش على وعي ان ممكن نوصل ليها ابدا. امال انا اعمل ايه؟ اسالها هي. كذبت مره واثنين، انا ممكن اقول لها على فكره انا عرفت انك كذبتي، بس لا يمكن احرجك قدام حد، لا يمكن اكسفك قدام حد، انت بنتي، انت اهم من صاحبتك فلانه وفلانه. البنت ما فيش عيل في الدنيا يحس بالامان من ناحيه امه ويكذب، استحاله. بس الامان الحقيقي وليس المزيف عشان اوصل لاخباره، واول ما اعرف اخباره اديله، لا انت كده نهيتيني. الامان المزيف ده يا دكتور يعني بالذات كده اللي هو انا اسحب الكلام عشان دي كارثه، وفي الاخر ابقى عارفه ايه اللي بيحصل، وفي الاخر تعملي له ايه؟ تحرميه. الحرمان، حرمان من حبي، حرمان ان انا اقعد اذاكر معاه، حرمان نخرج معاه، حرمان العب معاه، حرمان اقعد اسمعه. الحرمان ده كله هو محتاجه، استفدتي ايه؟ لما يجي طفل مثلا يروح يقول لي ايه؟ انا مش عايز اروح المدرسه. هو بيقولها ليه؟ ما فيش طفل مخلوق ما بيكره المدرسه، ده في ناس بتعشق المدرسه. عارف انه بيروح يتعلم، يعني انا كتير اقول للولاد حتى في ثانويه عامه، يا جماعه ما تذاكروش عشان انتوا عندكم امتحان، ذاكروا عشان يبقى عندكم كم هايل من الثقافات والمعلومات، اما تقعدوا في اي مكان تبقوا انتوا ناس مثقفه متعلمين. الشهاده مش هتقول ان انا متعلم، لكن ايه اللي هيخليني اقول ان انا متعلم؟ كميه المعلومات والكم الهائل الثقافه اللي انا فيها تقول انا متعلم، لكن لو هذاكر عشان الامتحان عمري ما هفتكر الامتحان، واما اخش هنسى، لان انا مش مركز غير في حاجه واحده الامتحان. لكن لو ركزت ان انا هبقى انسان مثقف لما بقعد في اي جروب في النادي مع الاسره مع حد، وانا بتكلم كلام
مقنن محترم ذو قيمه، الناس هتقول عليها محترم، مش هقول شهادتك ايه. فمهم جدا ان اي حد كبير او صغير تديله المساحه ان يبقى عنده الحريه المقننه المنتظمه اللي هي تسوقنا الى طريق الصلاح. ما تدلوش فرصه يروح لاصحابه او بديل الاسره الاصدقاء. كتير من الاولاد بالذات في سن المراهقه بيدور على اسره بديله، وهم مين غير صاحبه؟ طب ليه بيختار صاحبه؟ صاحبه بيريحه. لو قال له بابا عمل كذا وكذا مش يقول له عيب ده باباك ده كذا او الحته الحلوه دي، لا يقول له يوه ده ما بابايا عمل اكتر من كده يا عم، سيبك منهم تعالى ننزل خد لك سجار. انت وديتيه فين؟ طريق الايه؟ طريق كده ايه؟ ضلمه محدش شايف. لكن لو انت من الاول بقى انت الصاحب، انت الام، انت الحبيبه، انت الصديقه، ايه المال لما تقعدي تغزلي بنت؟ ايه الجمال ده؟ ايه الطعامه دي؟ يا لا يمكن هيطلعوا فاسدين. إيه انت اموره انت كذا، تعالي بقى نعمل كذا، انت ممكن تقعدي تلعبي معاها دور شطرنج، ايه المشكله؟ العبي معاها دور كوتشينا، اعملوا اي حاجه يدويه سوا، تبقى صاحبتك. والولد على فكره مش البنت بس، مش انت ام؟ الولد كمان. ده انت الولد ممكن يحبك اكتر من البنت. لان الولد دايما بيدور على الجنس الاخر. لما تكلميها عينيا الاثنين، انت عايز ايه؟ شايفه الحركه دي؟ دي بتولد طاقه ايجابيه مش كده. انا دايما اقول في كل البرامج بلاش الطبطبه دي كده اكنها اوردر بس اسلوب غير مباشر، لكن لما حنحن عليه بجد اعمل له كده. انت حتى لو عملتيها كتير تلاقي فيه سخونه، دي طاقه ايجابيه طالعه، يحس ان ايه؟ عايز يقوم يبوسك. شوفي ابنك وتحكي في وشه، طب احكي لي كده، طب انت رايك ايه؟ حتى لو عمل حاجه غلط دايما خدي منه، طب انت رايك ايه؟ طب نفكر سوا، هديك فرصه افكر، هدي نفسي فرصه افكر، وايه رايك بكره نقول ارائنا مع بعض؟ هيبقى قاعد بيفكر يرضيك ازاي، ويبقى عايز يعمل الصح عشان يوريك ان هو كبر وعقله حلو. انت كسبتيه. كل دي بحاجات بسيطه جدا بنحط بين قوسين اللي هي الاسره الدافئه. لو جينا دكتور كده نطبق شويه يعني دور الاب والام كمان في اختيار مستقبل اولادهم من ناحيه دراسيه، ونتكلم على مرحله الثانويه العامه، هنلاقي ان لحد النهارده في اسر بتفرض على اولادها يدخلوا علمي ولا ادبي بصرف النظر عن ميول الشاب او البنت، هل هو ميوله الدراسيه ادبيه ولا علميه؟ قد ايه اولياء الامور دول يعني ممكن يكون هم حابين يشوفوا حلم هم ما قدروش يحققوه في اولادهم، يحققوه في اولادهم، ولكن هنا الشاب او البنت بيتضرر جدا فكره ان حد بيحدد لي مستقبلي والدراسه اللي انا عايز ادرسها، ما انا ممكن يكون ليا ميول اخرى. قد ايه دي من الحاجات اللي برضو بيتعرض اليها اولاد كتير في مرحله المراهقه اللي هي برضو مرحله الثانويه العامه؟ اللي انت حضرتك قلتيه ده كله ليه مدلول واحد، ان الام والاب والطفل صغير معرفوش يبصوا على المهارات اللي عنده، المواهب اللي موجوده جواه. يعني الام لما تلاقي الطفل بيلعب ما تسيبوش يلعب عشان هي في المطبخ او معاها تليفون، تبص هو خد الميكانو ده فكه وربطه، شاطر فيه، عمل مكعبات، بنى حاجه، بيحب يفك، بيحب حاجات يدويه، بيروح يجري على علبه الالوان، بيمسك اللوحه ويرسم. يا ترى هو في اني حاجه؟ مفيش مخلوق ربنا خلقه على وجه الارض الا اذا كان عنده موهبه، والموهبه عشان تبقى قويه لازم اثقلها بالمهاره. المهاره ان انا اكتشف الموهبه دي عند ابني او بنتي وابتدي اثقله بالمهاره اللي عنده. ازاي؟ انا لاحظت ده بيحب يلون، ده بيحب يكتب، ده بيحب يعمل اي حاجه، ابتدي انا انميها فيه، اوديه المكان اللي بينمي الحاجات دي. خلاص كده؟ طب لما يكبر ويخش ثانويه عامه وعايز كده، انا عايز اخش ادبي، ممكن يكون هو مستسهل رغم ان الادبي على فكره مش سهل، برضو في حاجات صعبه. انا عايز اخش علمي، عايز يبقى دكتور او مهندس او ايا كان. انا افهمه انه كل حاجه علمي او ادبي كله مكمل لبعضه، لان احنا كلنا كبشر تروث مكملين لبعض، من اصغر مهنه لاعلى مهنه، كلنا ما نقدرش نستغنى على اي العامل اللي قد كده ولا استغنى عن العالم اللي قد كده، كلنا مكملين لبعض. بس انت شايف هتنجح في ايه؟ ايه اللي حبه؟ ده الكلام ده من اعدادي مش من ثانوي. يا ماما انا بحب الهندسه قوي وبحب الرياضه. تقول له طب ليه؟ يقول لها عايز اطلع مهندس. طب خلي بالك اللي عايز يطلع مهندس بيذاكر ده وده وده وده. موافق؟ حطت في مخه ايه؟ ان انا لازم اذاكر ده. طب انا عايز اطلع دكتور. طب خلي بالك انت لازم تبقى شاطر جدا في الكيمياء وفي الفيزياء وفي العلوم بالذات الاحياء، وهترسم كذا وتعمل كذا، عارف ماده الاحياء مهمه جدا. لو لقيته بيروح لها يبقى هو عنده حق. انا اعمل هنا ايه؟ اثقل له الحاجه بتاعته. هو تايه بين ده وبين ده، احط له الاختيارات. اللي يختاره هقول له خلي بالك انت اللي اخترته، انت المسؤول. هنا الحريه، انا اديتك الحريه بس تحمل حريه ايه؟
اختيارك. هنا عملنا له ايه؟ وجهناه. دي بتوصل للتحكم في الزواج كمان، تتجوز دي او ما تتجوزش دي؟ لا. اعلم ولادي بقى مش الاختيار في الزواج، انه يختار قبل ما يحب. يعني ايه يختار قبل ما يحب؟ لو الولد في الجامعه والبنت حب البنت بكل عيوبها من غير ما مثلا نقول ايه؟ يشوف هي تصلح زوجها ولا لا. يعمل ايه؟ يختار فيها ايه؟ ان هي ست بنت محترمه، تعرف دينها وتعرف القيم، عندها قيم وعادات وتقاليد، عندها احترام البيت اللي عايشه فيه، عندها احترام ام واب، عندها احترام الجنس الاخر، عندها العطاء. لو لقيت عندها ده ابتدي احبها. طب لو انا حبيتها في الاول، اول ما شفتها دي جميله ولابسه وشيك، عارفه الحاجات المغريات دي، حبيتها موت. جينا نخش في الموضوع جد، لا انا عايزه كذا، هو مش قادر، يبتدي في التنازلات تنازلات تنازلات لغايه ما يوصل لمرحله الندم ويندم. وفي الحاله دي مش هيندم وبس، ده هيصاب كمان باضطراب نفسي عالي جدا جدا، لانه لان خد الموضوع عاطفي. لما جه يفكر فكر بالعقل العاطفي وليس العقل التحليلي. الله سبحانه وتعالى ادانا عقلين، عقل تحليلي وعقل عاطفي. العاطفي ده ما فيهوش غير ان انا يجي احبك كلك على بعضك كده، ويجي التحليلي بقى يعكس اللي انا بقوله. لكن العقل التحليلي فيه كل المعلومات وفي الداتا اللي هتفيدني في اختيار شريك الحياه. نعم. يا دكتور انا كان نفسي وقتنا يمتد اكتر من كده مع حضرتك، الحديث مشوق جدا جدا، واسعدتينا ونورتينا بمعلومات كثيره قيمه حول الحريه بين الابناء والاباء، وبتمنى ان كل اب وكل ام بيشوفونا النهارده، وكمان ابنائنا من الشباب تحديدا، اتمتعوا بالحريه، وخلي فيه حريه حوار بينكم وبين بعض، لان هي دي الاساس. خلوا فيه بينكم ود وحب ودفء دايما اسري، هو ده اللي هيخلينا دايما نعبر الى بر الامان ونتمتع بكامل الحريه بمفهومها الصحيح. بشكر حضرتك جزيلا دكتورة فاطمة الروبي، دكتوراه في العلوم الإنسانية وتعديل السلوك. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. بكده مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده، بشكركم على حسن المتابعه، بشكر كمان زميلتي عبير صلاح، شكرا ليكم واللقاء.